بالحبر الجديد، مع صحف ومواقع عربية وعالمية، في عناوين الميادين نت، مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم، أهالي كفرشوبة جنوب لبنان يسقطون الاستفزازات الإسرائيلية عندما يثمر مثلث الجيش والشعب والمقاومة المزيد من المعادلات الميدانية، مع الكاتب السياسي رفعت البدوي. بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.